إشراف الدورة البرلمانية الخريفية على انطلاقتها اختار برنامج مباشر معكم على القناة الثانية التطرق لتجربة البرلمانيين الشباب وحصيلة عملهم ومساهمتهم في عملية التشريع والرقابة. في هذا السياق تم طرح إشكالية مدى فاعلية لوائح الشباب كخيار لولوج قبة البرلمان. اعتماد الزاهد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية اعتبرت في مداخلتها أن اعتماد ترشيح الشباب بنظام الكوتا يشكل عائقا أمام إبراز قدراتهم في المشاركة السياسية. صراحة اللائحة ديال الشباب كان خرج يعني بيان ديال الشبيبة أن هي ليست مع منطق الكوطة باش أن الشباب يكون فاعل أساسي في المشهد السياسي ويكون عضو ويكون جزء من المؤسسات ديال الدولة، لأن الشباب بالقوة ديالو الاقتراحية، الشباب بديناميكيته، الشباب هو استمرارية ديال الأجيال، خاصو يكون جزء في المشهد السياسي يعني من القاعدة ديالو. وكان هذا البيان اللي كان ضد مبدأ الكوطة، ولكن من بعد هو واقع، وهذا يعني واقع كنعرفوه كاملين والمجتمع المغربي كنعرفوه كاملين، على ان المشهد السياسي فيه والنخبه السياسيه طاغي عليها الفكر ديال الشيخوخه، واللي ما كانتش كتعطي مجال وما كانتش كتعطي افاق ديال الشباب على انهم يكونوا جزء فاعل اساسي في المشهد السياسي. وكما كنقولوا شي مرات شي حاجه اللي لابد منها باش انك تبرز، للاسف يعني تقبلت بالنسبه للنساء كانت مؤسفه جدا على اننا ندخلوا الشباب المشهد السياسي انطلاقا من هذا الاجراء. كما قال سي مزواري هذا كيبقى اجراء اللي احنا خصنا اليوم نعرفوا المدى الجدوى ديالو ونعرفوا شحال ممكن نبقاو نستعملوا هذا الاجراء باش حنايا نحطوا الشباب يكونوا في القلب ديال العمليه السياسيه، وماشي غير نحطوه في العمليه السياسيه فقط ولا في القلب العمليه السياسيه، خصو يكون في دائره القرار السياسي. وبخصوص قوة وحضور البرلمانيين الشباب في العمل البرلماني، أبرز المشاركون في البرنامج مدى التفاوت بين هؤلاء والتي حكمتهم التقاطبات الحزبية وغياب التنسيق بينهم للدفاع عن ملفات وقضايا تهم الفئات الشبابية، بالرغم من أن تميزهم وبروزهم في العمل البرلماني سجل على مستوى مشاركتهم في اللجان والجلسات العامة، مع إثارة نقطة تحملهم المسؤولية في تقديم مبادرات في مختلف المجالات، وأن لا تنحصر بذلك في هموم الشباب فقط. الشباب هنا غنرجعوا نكونوا واقعيين، كاينين فئات لوائح مع الأسف، كاينين فئات اللي شباب اللي طلعوا بالنضال ديالهم وكانوا مناضلين داخل الأحزاب ديالهم وجابتهم من اللوائح، ولكن كاينين شباب اللي فاقوا القرص نائب برلماني وما عرفش كيفاش غادي كاع يتعامل، كاين اللي كاع بعد على البرلمان حيت ما عارفش هذاك الشيء كيفاش غادي يدير له، والقرص غير مسكين ما عارف منين يدير. هذا واقع كنعيشوه، ولكن هذا هو اللي دورنا حنا كشباب كمناضل بفكر جبناه باش اننا نكرسوا الممارسه الديمقراطيه داخل المؤسسه الدستوريه، خاصنا ندافعوا عليه ونديروا الاسس الصحيحه لهذه اللائحه باش تطلع لنا البرلمانيين المناضلين. هذا الحضور ديال الشباب في داخل البرلمان ما خاصناش نعزلوه كحضور ونقشوه بوحديته خارج عن السياق السياسي في المغرب. ما تنساوش الإخوان بأن المشاركة ديال الشباب في العمل السياسي في المغرب راه ما كتعداش 1%، 0.86% ديال الحضور الشباب في المنظمات السياسية والمشاركة ديالهم كشباب في العمل السياسي والثقة ديالهم في العمل السياسي، هذه راه نسبة هزيلة. يعني حنايا العمل ديالنا ما غاديش نبقاو مركزين على البرلمان والشباب واش كيديروا هذا، وغادي نساو القاعده اللي هي الاصل اللي على ودها بغينا نعطيو. هو مزيان حنا كبرلمانيين شباب داخل مؤسسه دستوريه على اساس كنعطيو المثال لهاد النشئه، وخصنا نحببوهم ونعطيوهم الثقه اكثر في المشهد السياسي باش نرفعوا من هاد نسبه المشاركه، ولكن راه كاين اللي كيلعب دور سلبي في هاد المشاركه واللي هما الاحزاب السياسيه اللي ما كتعطيش فعلا هذيك الحق للشباب وكتبين الكفاءه ديالهم داخل القواعد ديالها وفي داخل الدوائر القرارات سواء الإقليمية أو الجهوية وعلى الصعيد الوطني. هذا إشكال. كما تم التطرق إلى المشهد السياسي في المغرب والتحول في الخطاب السياسي لدى الشباب، بينما تم التأسيس عليه إبان الحراك في الشارع وفي التنظيمات الشبابية وحين تحملهم مسؤولية تمثيلية الأمة. هنا أكدت الزاهدي أن مبادرات البرلمانيين الشباب يجب أن لا ترتبط بالصور النمطية لشخصيات سياسية أنتجت البهرجة بين قوسين في الخطاب السياسي من خلال حسابات ضيقة. السياسي كيأطروا الخطاب السياسي، وللأسف يعني احنا يا باقين كنعيشوا واحد الخطاب سياسي ديال واحد النخبة سياسية اللي باقي
كتخدم يعني باساليب وبممارسات وبفكر سياسي، داك الشيء باقي جاره معها شي حاجه يعني اللي ما يمكنش تمشي وانت راك هذا الشيء راك صادفتي عندك زعما في البلاطو، عرفتي كيفاش كان داك الخطاب السياسي اللي حنايا اليوم اللي عندي اساس يعني كشباب كبرلمانيين شباب جاو بهذا سواء اللي جاو باللوائح الوطنيه او باللوائح المحليه على انهم يحاولوا ما امكن يرفعوا شويه الخطاب السياسي. هو كان جا في البرنامج على ان الشباب ما سمعنا لهمش خطاب سياسي، لكن الخطاب السياسي اللي كاين اللي كيقصدوه هو هذا اللي ديال هذه النخب السياسيه اللي كتشد وتحاول ما امكن في الحسابات السياسيه ضيقه، هذا راه ماشي خطاب، هذه شي حاجه اللي كتزيد انها تغرق المشهد السياسي المغربي وكتزيد تهبط من المستوى ديال المؤسسات ديال الدستوريه ديال الدوله. حنا اليوم كشباب برلمانيين عندنا واحد الحموله اللي هي الحمد لله ما تبعهاش واحد التاريخ اللي هذاك واخا يبغي يبدل الخطاب السياسي ديالو ولا يبغي يحاول ما امكن على انه راه ما كيجيش معاه. علاش؟ لان تابعوا دابا انت كتقول حاجه واللي معروفه عليك حاجه اخرى وواقع حاجه اخرى وملفات حاجه اخرى اللي كيخلي الثقه ديال الشعب المغربي كيقول هذا. حنايا هنايا الشباب المغربي تعطات له فرصه على اساس انه دخل على واحد السن يعني مبكر، ملي كنقول مبكر يعني في تاريخ البرلمان المغربي ان النسبه ديال 27% نحاولوا ما امكن على اننا نرفعوا بهذيك المبادره ونزيدوها لقدام وما نخليوهاش ترتبط بواحد الصور نمطيه ديال شخصيات سياسيه كتحاول ما امكن على انها تستغل، لان للاسف ماشي كاع كنت هضرت على الشباب والبرلمانيين اللي في البرلمان المغربي، كاين اللي شق الطريق ديالو بنضاله وبحضوره وبكفاءته، كاين اللي غير جا وكاين غير اللي تابع هذاك الشيء اللي تقال خصو يديرو خصو يطبقو. علاش؟ لان كيولي كينتجلي واحد الصوره نمطيه اللي انا خاصني نبعد عليها، لان خاصني نحاول ما امكن على ان انا ما يمكنش نمسحها في عامين ولا في ثلاث سنين، لان هادشي راه نتاج ديال 50 سنه ديال تراكمات وممارسات غير ديمقراطيه واللي تولفات اللي تفهمت وتلصقات بالمفهوم ديال السياسه. حنا اليوم السياسه هو تدبير، وتدبير باش بتخليق، لان هذه مسؤوليه حنا كنهزوها ديال الشعب، راه ماشي شي حاجه سهله. انا داخله البرلمان وتابعني 28 الف صوت ديال الدائره و30 مليون مغربي لانني ممثله ديال الامه، هذه راه ماشي مسؤوليه سهله. باز اللي كيفكر وكيدخل وكيدير البهرجه ويبقى غير يعطي ويغ ويلح 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 وهو نسى بانه هز مسؤوليه ديال الناس، هذاك راه الشعب اللي حطك تما. ولئن كان من الصعب اصدار حكم تقييمي شامل على عمل البرلمانيين الشباب، إلا أن المسؤولية التي تتحملها هذه النخب الشابة من موقعها الحالي تفرض عليها تبني خطابا سياسيا جديدا يخرج عن النمطية ويصحح المشهد السياسي في المغرب بما يخدم الوطن والمواطنين.